تحضيرا لمباريات بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين شان 2023 المقررة بالجزائر، يخضع ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة إلى إعادة تهيئة بغلاف مالي قدره 400 مليون دينار جزائري. Afin de répondre aux normes internationales, on a procédé à plusieurs interventions. Ces interventions concernent la remise en état de la toiture qui est réalisée par l'entreprise Cosider avec une technique spéciale. On a un deuxième point, c'est la réorganisation générale des accès avec accès par billetterie électronique. On a même refait la pelouse en gazon naturel. جلسة عمل بين الوزارة الوصية ووزارة المالية تم عقدها من أجل الحصول على مبلغ إضافي لإنجاز الحصص المتبقية لتطوير منشآت إضافية بالملعب. تغطية كل المدرجات بالكراسي، فيه كذلك الأضواء الكاشفة بتقنية LED، فيه كذلك جهاز مكبر الصوت، تهيئة المنصة الشرفية وغرف تغيير الملابس إلى غير ذلك، وكذلك فيه إنجاز موقف الكبير للسيارات. يرتقب الانتهاء من الأشغال في غضون السداسي الثاني من سنة 2022 ليكون الملعب مهيئا كما ينبغي لاحتضان المنافسة الإفريقية في أحسن الظروف.